أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله عز وجل يقول: ولا يضربن بأرجلهن، لأخواتنا النساء. الله عز وجل يتكلم عن الخلخال الذي مغطى بالعباءة. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. أنا أريد أن أهمس همسة وخاطرة لأخواتي. من الذي أمر بالحجاب؟ ها يا إخوان، الله الذي أمر بالحجاب. الله عز وجل أمر أن تغطي شعرك، الله عز وجل أمر أن تغطي وجهك. بالله تأملوا معي هذه الآية. الله عز وجل يقول: ولا يضربن بأرجلهن، لأخواتنا النساء. الله عز وجل يتكلم عن الخلخال الذي مغطى بالعباءة. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يعني المرأة اللي لابسة خلخال ما يجوز انها تمشي وتطلع صوت بسبب خلخالها حتى ما تفتن المسلمين. طيب كيف التي والكعب طيب تبرز مفاتنها وتبرز احبابي في الله خدودها ووجهها امام الناس والناس كلهم ينظرون اليها؟ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يا إخواني، الله عز وجل يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. المرأة تعرف بماذا؟ تعرف بشعرها، تعرف بوجهها. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Don't forget to subscribe us and to enable notifications. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً.